مشاهدي قناة الحدث مرة أخرى يوم أمس قناة الحدث عندما قامت ببث وصول الأسرى الشرعية إلى مطار سيئون في محافظة حضرموت قبل قليل، ووصل 221 أسير إلى محافظة مأرب. طبعا هذا عدد كبير، هناك احتفال كبير في محافظة مأرب للأسرى، وكذلك هناك جموع من المواطنين في محافظة مأرب الذين قدموا لاحتفال مع هؤلاء الأسرى. طبعا سوف يتم نقل هؤلاء الأسرى إلى مقر إقامتهم الذي تم تهيئته هنا في محافظة مأرب، ومن ثم نقلهم إلى عائلاتهم بعد أن يتم التأكد مرة أخرى هنا في مأرب لإجراء الفحوصات الصحية الشاملة كاملة. طبعا هذه الصورة هي الجميلة، الكل هنا سعيد بحضور هؤلاء الأسرى. طبعا أغلب من التقينا من هؤلاء الأسرى، ولعل زميلي عبد الرحمن العمار يلتقي بعض الصور، هم كانوا مختطفين إما أمام منازلهم أو أمام مدارسهم أو من داخل جامعاتهم. سنقترب ونشاهد عن قرب هؤلاء الأسرى أو بعض من هؤلاء الأسرى. طبعا نتحدث عن هناك 6 باصات تحمل 221 باص، وهذه احتفالية الأسرى الموجودون هنا عند وصولهم إلى مأرب. هذه واحدة من الباصات التي تقل عدد من الأسرى الذين تم أسرهم من قبل الحوثيون، والذين تم إطلاق سراحهم يوم أمس في أكبر صفقة تبادل للأسرى بين طرفي نزاع في اليمن الشرعية مع الحوثيون. أنا أتجول الآن في أحد الطرق الرئيسية في محافظة مأرب، وهو طريق سرواح الذي يعتبر أكبر وأهم طريق رئيسي في محافظة مأرب، والذي يتجه مباشرة أو ينتهي مباشرة إلى ميدان إقليم سبا. هذا كل ما هو موجود الآن.